يمر العالم الذي نعرفه الآن بتغيرات هائلة، وتغير العلوم والتكنولوجيا حياتنا بسرعة، وغالباً ما تكون هذه السرعة مربكة. يمكن أن استخدمت الاختراعات بحكمة أن تبدأ عصراً آخر من الفرص الاستثنائية. كانت هذه الثورة العلمية تغذي عقول رجال ونساء مبدعين في كل أنحاء العالم. يبدع هؤلاء الحالمون وينفذون حلولاً جديدة. لذا افتح عينيك واستعد لرحلة مذهلة إلى عام 2050 لتحلم بالمستقبل. المستقبل الحلم، السبت والأحد الساعة 10 مساءً.